ازاي تحول الفيديو 180 درجة للأحسن في برنامج المونتاج، وفي آخر الفيديو بتاع النهاردة هتتأكد انك لازم تمنتج الأول وبعدين تصور. غريبة شوية؟ تعال أقولك ازاي. السلام عليكم، معاكم محمود فودة. فكرة انك تعرف النتيجة النهائية اللي انت هتاخدها من الفيديو قبل ما تبدأ تصويره هيفرق جدا في ستايل تصويرك ويساعدك كتير في عملية المونتاج، لان مثلا اي لقطة بتعجبك في اي فيديو مش ده الشكل النهائي اللي بيكون طالع من الكاميرا مباشر، بيحتاج ان احنا نعمل عليه شوية اديتنج في برنامج المونتاج عشان يوصل لك بالشكل ده. وده يودينا ان عملية المونتاج مش مجرد عملية قص بس وتلزيق في بعض، بتحتاج انك فعلا تعمل امبروفمنت للفيديو بتاعك وتحاول انت تطلع بقصة او بستوري معينة من الفيديوهات عشان اللي بيتفرج على الفيديو يبقى مرتاح وهو بيتفرج عليه. مش هنتكلم على الستوري خالص النهارده، دي بيكون راجع عليك وعلى حسب المشروع اللي انت بتصور فيه، وعلى الاساس ده رتبت ليك 6 خطوات تقدر من خلالهم تعمل امبروفمنت او انهانس كده لاي فيديو انت شغال عليه في عمليه المونتاج. في البدايه هنروح نفتح مشروع جديد عادي خالص على برنامج المونتاج بتاعنا، انا بستخدم ادوب بريمير بغض النظر انت بتستخدم اي برنامج، وهتعمل امبورت للفيديو بتاعك. لو شغلت الفيديو هيكون طالع معايا بالشكل ده، واول نقطه لازم يعدي عليها الفيديو وهو اسال نفسي سؤال مهم، هل انا محتاج احول الفيديو ده لسلو موشن ولا لا؟ لو الإجابة أيوة فالفيديو لازم يكون متصور على فريم ريت عالي، يفضل اللي يكون أعلى من 60 فريم عشان تاخد سلو موشن كويس. فحتى الفيديو ده هحتاج، فأروح على الفيديو أدوس كليك يمين واختار موديفاي ومنها انتربريت فوتج، وغير الفريم ريت ل 24 فريم وأدوس أوكي، وهيطلع معايا بالشكل ده فيديو سلو موشن عادي خالص. ممكن تغير سرعة الفيديو بالطريقة اللي انت تفضلها، ولكن انا بفضل الطريقة دي. تاني نقطة بقى وهي مهمة جدا، وهي اختيار افضل جزء من الفيديو، وهنا هبعد تماما عن الهزة بتاعت الكاميرا اللي بتكون في اول الفيديو، وابدأ اجري بعديها بشوية. اول لما الاقي ان حركة الكاميرا بقت شغالة معايا كويس احط مارك من هنا، يبقى كده دي بداية الفيديو بتاعي، واشغل الفيديو لحد ما اوصل لنهاية الحركة بتاعت الكاميرا، واول ما احس ان الحركة بدأت تتغير هعمل كات واسحب الفيديو على التايم لاين. النقطة الثالثة وهي اختيارية، لو انت حابب انك تثبت الفيديو بتاعك هتعمله وارب استابلايزر، لو مش حابب خلاص. ولو عملت وارب استابلايزر خليه ما بين 20% ل 30% عشان تاخد نتيجة كويسة، ما تحاولش ان انت تكتره عن كده. رابع نقطة وهي مرتبطة بالتكوين، لو التكوين بتاع الفيديو مش مظبوط هتبدأ تلعب في البوزيشن والسكيل بتاع الفيديو عشان تاخد تكوين كويس في الفريم، وفي المرحلة دي يفضل انك تشغل المربع ده بحيث انك تعرف الفريم بتاعك فين وتخلي العنصر بتاعك في النص. النقطة الخامسة وهو سؤال مهم، هل ينفع ان اضيف حركة زيادة في الفيديو عن طريق الكي فريم ولا لا؟ في الحالة دي احب ان انا اعمل افكت زوم ان كده عشان يديني تأثير كويس، هوريك ازاي. من الافكت كنترولز هنروح على السكيل ونحط كي فريم ب100، وبعد كده نروح لاخر الفيديو نحط كي فريم كمان ب125، يعني انا كبرت حجم الفيديو. واهم حاجة اتأكد ان الكي فريم بتاعك على لينير، ولا تعمل ايز ان ولا تعمل ايز اوت عشان التأثير بتاعك يكون بنفس النسبة من الاول للاخر، وهناخد التأثير ده. النقطة الستة والأخيرة وتعتبر الأهم وهي التلوين، والتلوين يعتبر أهم خطوة من الخطوات الستة دول. في حالة استخدمت برنامج ماتش اب عشان ألون الفيديو اللي أنا شغال عليه وطلعت بالنتيجة اللي أنتوا شايفينها دي، وعملنا فيديو كامل عن البرنامج تقدر تتفرج عليه في الآي اللي بتظهر فوق هنا، هسيب لك الرابط بتاعه في الآي هنا أو في اللينك تحت في الديسكريبشن. بعد ما خدنا التلوين في صورة لقط من برنامج ماتش اب نروح نطبقه على الفيديو في أدوب بريمير، وبعد كده هناخد الشكل النهائي ده. دول 6 نقط حاول تخليهم قدامك وانت بتتعامل مع اي فيديو، وهيفرقوا معاك قوي فعلا وانت بتصور، لانك من خلالهم هتفهم اللقطة اللي انت صورتها دلوقتي هتتعامل معاها ازاي وقت المونتاج. لو مثلا هتعمل سلو موشن فهتضطر انك تصور فريم ريت عالي، لو هتعمل دولي زوم مثلا بالكي فريم فانت عارف ان انت هتحتاج انك تعمل حركة بوش ان بالكاميرا وتعكسها في المونتاج وهكذا. عشان كده قلت لك في الاول انك هتمنتج في دماغك الفيديو وبعد كده تبدا تصوره. لو انت عرفت التكنيكس دي في المونتاج وانت بتصور الدنيا هتكون بسيطة معاك، وانت شغال هتحس انك تصور وانت بتعمل مونتاج، عارف اللقطة دي هتحطها بعد اللقطة دي، واللقطة دي واللقطة دي هتعمل فيهم ايه بالظبط في التلوين والمونتاج عشان يطلعوا بشكل كويس، او ازاي تعمل ترانزيشن بينهم. وكلامي ده كله موجه للناس اللي شغالة وان مان كرو، بمعنى انك بتخطط وتصور وتمنتج بنفسك، فان شاء الله الكام بوينت دول يخدموك في شغلك وتطلع بنتيجة كويسة. ولو انت محتاج اي حاجة وحابب تسألني عليها تقدر تبعتلي على الانستجرام، هسيب لك الرابط بتاعه في اول وصف بتاع الفيديو تحت. ولو انت جديد هنا اول مرة تشوفني ومهتم بالتصوير او الفيلم ميكنج او المونتاج فتقدر تشترك في القناة، تنورني كبير. وبس كده يا سيدي، كان معاك محمود فودة. سلام.